الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لأ أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه تدخل عقل بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. ما ينفعش النهارده مثلا جايه لي اكتر من مريضه خلعه من اسبوع 10 ايام وعايزه تزرع دلوقتي، مش هينفع كده، انا مضطر استنى شهرين او ثلاثه. لازم افكر في الزراعه مع الخلع. ليه واحد يبقى عنده سنه مفقوده او اتنين او ثلاثه؟ انا بشوف ناس نجوم يا جماعه، نجوم عندهم مشاكل في سنانهم باينه جدا على الكاميرات، تلاقي ثلاث اربع سنين رايحين ونجم. ما ينفعش تيجي تتكلم مع الناس يقول لك ايه، طب الدبوس اللي هو كم من بيه المعده ماركته ايه، طب اللي مش عارف يقول لها طب انت مهتمه بتفاصيل دقيقه قوي، انت بتنقي دكتور تثقي فيه خلاص هتروحي له هيشتغل كويس، اشمعنى بقى في زراعه الاسنان عايزه اي حاجه رخيصه ايا كانت؟ ليه؟ تقول لك اصل دي جوه الجسم، اصل المعده جوه الجسم. طب ثواني، طب هو البق بره الجسم؟ زرع حصل بعدها وجع لمده كام يوم، 3 4 ايام اسبوع عادي، كمل شهر واتنين لا ده مش عادي، يبقى الزرعة دي فيها مشكلة، نعمل تحاليل نعمل أشعة وغالبا الزرعة دي هنشيلها هتكون مش كويسة. يكمل الألم لحد بعد التركيب لا ده كلام مش عادي. هو سؤالها كان مضمون وتركيبات ولا زراعة، هل ده سؤال علمي منطقي ولا يعتبر نوع برضو حسب السيتويشن ولا إيه ولا في المطلق؟ الجايد دايما تمشي للطبيعي. الطبيعي ايه؟ زراعة. الطبيعي ان انت بتعمل سنان، السنه ليها جدر والجدر دوت ليه طربوش للسنه، دايما تميل للطبيعي. كل ما انت اتجهت للصناعي كل ما كانت راحتك اقل. يعني برضو السؤال دوت بتساله، تركيبه ثابته ولا متحركه؟ لو كانت التركيبه المتحركه دي هتعالج وهتكون كويسه ومرضيه واقرب ما يكون للطبيعي كانت الناس كلها عملتها. معظم الناس بترضاش تعملها ليه؟ علشان هي اقرب حاجه عن الطبيعي، هي مش مريحه. دايما كل ما تروح ناحيه الطبيعي اللي هو اللي ربنا خلقه هترتاح اكتر. عشان كده ربنا أفضل. ما خلقش البريدجات وما خلقش الكلام دوت في خلقش الطبيعي، خلقش السنان تتفك وتتركه بالظبط كده، وما خلقش السنان تتشال وبتتحط. دايما تتجه للطبيعي، الطبيعي سبت. جدر طربوش حاجه ثابته. الزراعه يبقى انت بتميلي للزراعه اكتر شور لانها اقرب حاجه للطبيعي. او الجايد لاين زي ما انت قلتي زراعه. زراعه. وان كان دي قضيه تفصلها كتير، لكن برضو اللي جاي ده سؤال مهم قوي. واحده ركبت فينير، منتقل بقى للفينير من سنوات، بدات تحس بالام شديده، هل المشكله في الفينير؟ طب يعني هل هي قعدت سنين من غير الم وبعدين الم بدا يتكون؟ الفينيرز
من الحاجات اللي ما بتاكلش كتير من السنه، يعني انت بتعمل رافنس او بتعمل خشونه في السطح الخارجي للسنه وبتحط الفينير. بس ممكن يكون الدكتور اللي عمل ما عملش خشونه، بس هو تقل شويه في البرد فبقت السنه فيها تحسس، تحسس لفتره طويله بيعمل مشكله وبيعمل خراج وبيعمل مشكله في السنه. ساعتها هترجع للدكتور هيعمل لها علاج جذور. وهي ديت الفرق بين الدكتور اللي بيخلي المريض بتاعه يتعب وبعد كده يعالجه، ومن الدكتور اللي بيقولك لا خد الدواء الفلاني قبل ما نمد ايدينا خالص علشان خاطر ما تتعبش. هي دي الخبره. يعني انا لما باجي اتكلم اقول له لا حاجه هتعمل السنه دي علاج جذور، ما تحاولش ان انت تعملها كده. يعني مثلا دوت احد اصدقائي الحلوين اللي بيجولي، طبعا حضرتك شايف ان اسنانه فيها شغل، يعني ما هياش فيها شغل، مش موضوع بسيط. الشخص دوت كان جاي يعمل فينيرز. الحالة دي بما ان حضرتك خبرة في طب الأسنان، تنفع فينيرز؟ لا لا ما تنفعش فينير خالص خالص. ده لو فكر يحط فينير هتقع بكرة. برافو عليك. هتقع بالليل. برافو عليك. هتقع وهو نازل من العيادة وهو في الأسانسير عشان يبقى قربنا بجد. خلينا بس واقعيين، ما الفينير فين الطبقة السيرفس بالظبط؟ فين الطبقة يا عيني عليا بالظبط؟ والله العظيم انا بقول كلام. لازم الفينير يلزق على طبقة المينا مش على طبقة العاج. المينا هي الطبقة الخارجية اللي بتلمع اللي لونها ابيض او مصفر او وات ايفر اللون اللي هو الطبيعي بتاع الاسنان. طبقة العاج دي لونها اصفر غامق او بني، هو اوريدي كله عنده عاج، المينا خلاص طارت اتاكلت. الحالة دي الف ب السنان المتأثرة دي كلها لازم تتعمل علاج عصب. ليه؟ لأن أنا مش من الناس اللي أدخلك فيه إن أنا أعملك فينير واستنى الفينير لما يقع أبقى أعملك واحد غيره، أو أحولك لحالة طربوش واستنى لما تتألم علشان خاطر أنا أعملك علاج للعصب علشان أنت متألم. لا، الصح إن أنا باخد القرارات دي قبل ما حضرتك تركب أصلا علشان ما أحطكش في الموقف ده. هو ده الخبرة، ده الفرق بين اللي عارف هو بيعمل إيه واللي بيجرب فيك وإيه وزي ما تيجي تيجي. طبعا الحالة ديت اشتغلناها ما خدتش وقت طويل على فكرة، رغم انها تبدو انها يعني مخيفة بس هي فعلا ما خدتش وقت طويل. هو قاعدة واحدة، الناس البروفيشنال اللي عندي بتوع علاج الجذور قعدوا خلصوا الحالة ديت في قاعدة واحدة. انا صورتها لك على فكرة في نفس اليوم اللي سلمناه الكراونز. ده حالة كراونز مش فينيرز، يعني فوق طرابيش. طبعا هي الجزء اللي فوق. عملت فوق تحت بس مش اكتر، اللي احنا لمعنا ونظفنا بس. يعني هو ممكن تحت ما تبانش قوي. طبعا حضرتك هتقول لي ايه الفرق بين الصورة الاولى والصورة التانية؟ ايه الفرق؟ هقول لك انا ايه الفرق. لا لا لا، مش بيفور وافتر، لا. الصورة دي بص على السنتين اللي في خط النص الاماميتين. بص على اللثة اللي في النص اللي هي اللي عامله زي المثلث. المثلث ده نازل وكاسي ولا لا؟ زي الفل. جميله. ليه؟ لان احنا بنعمل بطريقه معينه بتخلي اللسة تنزل في المكان ده وتملاه. وطبعا الطرابيش بتبقى متلمعه حلو قوي 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 علشان خاطر اللسة تنزل عليها مرتاحه ما تنزلش وهي ملتهبه عشان السطح اللي تحتها خشن. لو جينا بقى الصوره اللي قبلها، السنتين اللي في خط النص بينهم مثلث اسود. لا، الصوره اللي فيها السنتين اللي في النص ما بينهم مثلث اسود، ده اهي الصوره اللي في الشمال. في مثلث اسود. المثلث الاسود ده لان اللثه لسه ما نزلتش على السطح بتاع الكراون، عملت كريبنج يعني سحفت عليه لحد ما غطته تماما. لان النقطه دي الناس بتخاف منها قوي، تقولك لا انا عندي فراغ، عندي مثلث اسود، عندي نقطه سودا، عندي كذا. بتديله ايام السنه دي اللثه دي بتنزل تكسي، بتقفل لك المسافه دي خالص ويبقى شكلها طبيعي جدا وهيلثي جدا. ما بتبقاش دي ما بتبقاش حاجه قاعده. بس بتعرفها ازاي؟ من الدكتور اللي شغال ان هو بروفيشنال. الحد ده معروف عنه بيطلع شغل حلو. ليه؟ لان في ممكن دكتور يعمل لك حاجه معينه في اللثه، او الطرابيش تبقى خشنه، او اللثه ديت تبقى ضغط عليها بطريقه معينه خلاص هي بتنكمش ما بترجعش تاني لمكانها. دي برضو ايد الدكتور اللي شغال والماتيريال اللي بتتنفس بتفرق كتير جدا في الشغل. فانا صورت لك الحاله اول ما سلمنا الكراونز، وبعد فتره لما اللثه نزلت عملت الشكل المثلث البمبا الجميل اللي هو الشكل الصحي واللون الصحي للثه اللي هو اللون البمبا المورد. طيب السؤال الجاي لطيف جدا، بيقول لو انا عندي العظم مش نافع له زراعه فوريه،
هنعمل ايه؟ انا بس يعني السؤال ده جزئين، يعني ليه الناس مصاب يعني مياله قوي كلمه زراعه فوريه؟ دعايه. دعايه. ما انا ما هو المريض عايز ايه؟ نفس الكلمه اللي انا قلتها لك في اول الحلقه، المريض عايز سنه ياكل عليها. فوريه مؤجله مش هتفرق معاك في حاجه، انت من اول يوم خارج من عندي باسنان هتفرق معاك بقى تحتها سنه ولا لا؟ مش هتفرق، اكيد مش الناس مش هتصورك وانت ماشي تشوف تحتها ايه. فالفكره في ان انت لو كان العظم ما يسمحش بالزراعه هنعمل الخطوه المهمه بالنسبه لك اللي هي تدعيم عظم، رفع الحاجز الانفي او قاع الانف يعني، هنعمل استبعاد العصب، هنعمل تكثيف للعظم، هنعمل في تكثيف عرضي وفي طولي، يعني في بالطول وفي بالعرض، يعني اتجاهات مختلفه، في ناس هتكثف بالعرض بس، ناس عرض وطول على حسب الحاله. دي خلصنا كل الخطوه ديت بتخرج من عندي بسنه ولا كاني في حاجه، وتيجي بعدها بفتره على حسب برضو العظم اللي اتاخد والتكنيك اللي اتنفذ ايه، بقول لك مثلا من 3 شهور لست شهور على حسب الحاله، هتيجي تقوم زارع وتطلع برضو بسنه عادي، مفيش اي حاجه. ممكن الناس يبقى عندها مشاكل في العظم ومشاكل في التركيب ومشاكل في كل حاجه، نطول. يعني كان عندي مريضه من كام يوم سكرها كان التراكمي 12، قعدت بتاع 4-5 شهور على ما نزلته ل 7.5 او 7 عشان نعرف نزرع. من اول يوم هي خارجه بسنان، هي ما سبناهاش، خرجت بسنان وظبطت السكر، جت حطت الزرعات، حطت عليهم سنان، خلصنا. خلاص الموضوع بقى ظريف، مش موضوع صعب، بس الفكره كلها ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه. فقدت 4 سنان، كويس؟ من اعلى واسفل، وتكلفه الزراعه عاليه، هل الانسب اعمل تركيبات ثابته بدل التكلفه العاليه للزراعه؟ ده سؤال اقتصادي بقى. مستكتر تكلفه الزراعه يعمل حاجه حاجه، وهو في كل الاوضاع لابس سنان. يعني يعمل فك، يعمل المنطقه الاماميه وبعدها مثلا بفتره ما تتيسر الفلوس يعمل المنطقه الخلفيه. ما فيش حاجه اسمها اصلا انا مش معايا فلوس خالص، لا، ما هو حاول تخلي ان في اولويات للحياه، اولوياتك هي اسنانك. بيوصل ناس بيجوا لي 70 و80 سنه يقول لك نفسي اندغ لقمه، نفسي اكل لقمه، يعني مش مهم بقى عنده اي حاجه، نفسه ياكل. تخيل بني ادم يوصل لدرجه نفسه ياكل، ليه نوصل للمرحله دي؟ خلي اولوياتنا ان احنا نصرف على اسناننا. الحاله دي من الناس اللي هي بتنطبق عليها زي ما حضرتك قلت، السنان بتاعتها فعلا سيئه، فعلا اتخلق او هنخلعها، دي حاطه تركيبات مكسره وحالتها مش حلوه، هنخلع الاسنان اللي تحت التركيبه لان ديت حالتها مش كويسه خالص، وهنعمل حاجات بقى كتير. العظم مش كويس لانها مركبه التركيبه دي بقالها كتير وكلت العظم، فهنعمل تدعيم للعظم، هنعمل تجميل في اللثه لان الحتت اللي هنخلع فيها هيبقى العظم بتاعها قليل او اللثه بتاعتها قليله فبتدي شكل مش جميل، لازم نظبط الليفل. فعملنا برضو تجميل في اللثه عشان نظبط الليفل، يعني احنا كده عملنا تجميل للاسنان، اللثه، عملنا تدعيم للعظم، وصلنا في الاخر لنتيجه ان شاء الله تكون مرضيه ليها جدا، ظبطنا بيها كل المشاكل، واهم حاجه انها قادره انها تضحك بمنتهى الثقه. مستوى الاسنان مظبوط، مستوى اللثه، لون الاسنان الماتشنج مع وشها وشكلها وسنها كله طالع ظريف، فدي جبنا بيها نتيجه حلوه. فالفكره، وعلى فكره دي زرع يعني دي عامله زرعات، فالفكره ان انا فقدت اسنان وهعمل زراعه مفيش امل او انا هتعب في الوقت او 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 لا، المقياس بتاعنا من اول يوم انت طالعه باسنان يبقى مفيش عندك اي مشكله ان انت تاخدي خطوات اطول. السؤال الجاي لراجل في اواخر الثلاثينات بيقول عمل تركيبه ثابته لكنها مؤلمه جدا وغير مريحه، وبيسال هل يمكن خلعها ام لا؟ طبعا لازم نتدخل لانه في حاله زي دي مفيش حاجه اسمها تسكت، يسكت عليها يعني يسكت عنها. طيب 30 سنه صغير قوي. ليه نعمل تركيبه ثابته في 30 سنه؟ ما كنا نحط في المكان الفاضي دوت نحط زرعه. بلاش التركيبات المتصله كتيره وبالذات السن الصغير. ليه؟ سنه صغير يعني غالبا ما عندوش امراض شيخوخه، ما عندهوش سكر، ما عندهوش مشاكل. لا 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 ممكن. ممكن. بس 30 سنة ما لحقش الدنيا تبوظ قوي، ليه ما نعملش الخطوات الأفضل اللي هي نعمل الزراعة؟ ثانيا بيقول إن في ألم،
ألم حاجة وغير مريحة حاجة. ألم يعني إحنا عندنا السنان دي مش متشال العصب بتاعها أو متشال غير كامل، ففي عندنا ألم. يبقى إحنا كده عندنا مشكلة في العصب، المشكلة ديت لازم نحلها. دي كده ألف ب مشكلة الألم. ألم يعني عصب، أوكي؟ المشكلة التانية غير مريحة، عندنا حاجة من الاتنين. غير مريحة يا إما التركيبة مش well seated، يعني مش نازلة في مكانها كويس، فبتتحرك معاه أو بتلق معاه أو بتدخل أكل من تحتها، not well seated يعني مش مرتاحة في مكانها كويس. أو الكارفينج بتاعها وشكل تضاريس السنة مش واضحة قوي، فمش بيعرف يندغ عليها الأكل قوي، فمش مدياله إحساس الراحة. فكده إحنا السببين بتوع عدم الراحة، وطبعا في أسباب كتير ممكن نحط كتير، بس أنا بقولك الأكتر حاجات فيمس إن هو ما توهش الناس. ليه؟ لأن في حاجات إكستريمز، أنا بكلم في الحاجات القواعد العامة. عدم الارتياح هيجي من التركيبة أو الأسنان اللي تحتها. التركيبة هتكون يا إما مش مرتاحة في مكانها كويس، يا إما هي مش واخدة شكل الأسنان الطبيعية كويسة، بتنضخش الأكل كويس. عدم الارتياح اللي جاي من اللسة بيجي في شكل ألم. يبقى العصب ده محتاج إن هو يتعمل علاج للعصب، وبيتشال العصب وبيتنظف وبيتحط مواد مطابقة للعصب تريحه، ما يبقاش فيها مشكلة، ما تعملش مشكلة بعد كده ويجي يقولك تعبان متضايق اللي بيوجعني في السقع أو في السخن. طيب ده بالنسبة للتركيبة. طيب إمتى ناخد قرار نشيل التركيبة دي نرميها، وإمتى ناخد قرار إن احنا نعمل علاج للعصب من خلال التركيبة، يعني نفتحها ونعمل علاج للعصب ونقفلها تاني؟ إمتى ناخد القرار ده؟ لما بتكون التركيبة دي مريحة في المضغ، مقفلة على اللثة كويس، ما بتعملش ريحة، مش بتدخل أكل من مكان الضرس المخلوع، شكلها ولونها جميل، يبقى حرام إن أنا أشيلها وأكلف العيان تركيبة جديدة. هشتغل من خلال التركيبة دي. طيب لو كانت التركيبة دي مش مريحة ومؤلمة ومش مطبعة على اللس وبتدخل أكل وعاملة ريحة وكلها مشاكل ولونها مش مظبوط وحجمها مش مظبوط ومفيش سيمتري بين يمين وشمال، يعني مفيش تطابق ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال، تماثل كل دوت مش موجود، حافظ عليها ليه؟ لا خلاص دي هتتشال تتربي ونعمل واحدة جديدة بقى من الأول على نظافة. السؤال الجاي ده سؤال تشككي. في نوعيه كده من الاسئله تحس ان فيها تشكك، فجاي من مريضه طلب منها بعد الزراعه الدكتور انها تعمل اشعه مقطعيه تاني. ايه المشكله؟ ما انا بفهمك ان ده سؤال تشكك. لا ده تشكره، مش تزعل منه. هي بتشكك بقى في ايه؟ انه الناس تفتكر انه لا ده طلب مني اعمل اشعه مقطعيه، ده عايز يعني دفعني فلوس بقى تاني. ما هو لا، هي الزرعه بتتعمل بالمقطعيه بتاعتها. مش بيقول لها الزرعة بكذا وعندك 20 مقطعية بكذا لا مفيش حاجة اسمها كده. لا دي بتبقى تبع الزرعة نفسها. ليه؟ لأن الدكتور بيتابع شغله. بالعكس ده أنا كمان من الناس اللي بتقوم العيان قبل ما بقفل العملية اللي أنا بعملها، أصوره قبل أي حاجة عشان لو أنا حسيت إن الزاوية بتاعتي ممكن أعملها أحسن، حسيت إن لا في حاجة عايز تتقفل أحسن، حسيت إن في أي حاجة أنا أظبطها قبل ما أقفل الجرح بتاعي. طب ده دي ميزة ان انا ابقى متاكده ان انا بقفل على حاجه بيرفكت. وممكن جدا بعد ما اخلص واقفل اصور فاينل، وبالذات في الحاجات التقيله والكبيره اللي هو ايه، عاملين مثلا 6-8 زرعات، عاملين رفع، عاملين تدعيم عظم، عاملين. لا ده انا بصور قبل وبعد كدوكيومنتيشن، انا ابتديت ازاي ونهيت ازاي وعملت ايه. انا بحب الدوكيومنتيشن في كل حاجه، توثيق يعني في كل شيء. يعني ممكن انا مثلا من الناس اللي بتصور حالاتها، الاستاف بتاعي طبعا بيصور علشان بس الناس ما تصورش وقاعد بكاميرا طول النهار، ان انا مثلا انت بتعمل حاجه في سنتك مش حاله كبيره مثلا اظهرها او يعني اتكلم فيها او اي حاجه، موضوع بسيط حشوه، لا ده انا بصورها قبل وبعد كدوكيومنتيشن، انا بقيم بيه شغلي، هو المريض نفسه بيقيم بيه احنا كنا فين وبقينا فين. يعني مثلا كان عندي مريضه امبارح او اول بتقول انها كانت مركبه طربوش حجمه اصغر من الطربوش اللي احنا مركبينها طربوش واحد بس. الموضوع اتقفل في ثانيه، جبت الكاميرا حضرتك الطربوش اللي انت جايه بيه اهو، الطربوش اللي انا عاملاه اهو، نقيس. اول ما شافت الصوره قالت ايه ده، لا ده انا صحيح اللي انا كنت عاملاه كبير، ده صغير وحلو. مجرد ان الواحد غصب عننا كلنا بننسى، فهي المريضه كانت ناسيه الشكل ايه، بالعكس دي هي كانت عامله كمان واحد معدني في سن اماميه، بنت صغيره وعروسه،
لما غيرناه لإي ماكس طبعا الشكل اتغير توتالي. فهي نسيت الوضع كان ايه لانها من اول يوم هي ماشيه بطربوش مؤقت. فلازم انا من الناس بتاعت دوكيومنتيشن اساسها ايه؟ اشعه طبعا، اشعه وتصوير، لازم كل حاجه موجوده عشان كلنا بننسى. هل الفينير تغنيني قبل ما ناخد السؤال ده اسمعك ابو العريف الاول؟ اوكي، لان ده سؤال هياخد كلام يعني، فاسمعك بما ان احنا يعني دخلنا في مود ابو العريف ناخد ابو العريف. اوكي، قول يا سيدي. يا باشا، قبل الكورونا والتعقيم واللازم منه ما كناش في عيلتنا نسمع عن حد يشيل كحول سبراي غير عم عارف ابن عم سيد اخو عم راضي ابو حماده وزكريا. عم عارف يا باشا نمك من يومه وموسوس، تصدق يا باشا بيعمل تحاليل كل سنه من غير ما يكون عيان ولا حاجه، ولله في خلقه شؤون. اخر تحليل اكتشف ان عنده السكر، قالك لازم اسبق بخطوه علشان اهزم المرض. مبدئيا انا حجزت مواعيد عند دكتور بطنه ودكتور عيون ودكتور اسنان. اثبت عندك يا عم عارف، دكتور بطنه مفهومه، دكتور عيون ما تضرش، بس دكتور الاسنان مريض السكر ما يروحش لدكتور الاسنان فحص دوري ولا تجميل ولا اي رفاهيه من دي، تروح له بس في الشديد القوي لما تخلع ولا تركب، حتى ملكش زراعه. ولو عايزه يعاملك طبيعي يفضل من اصله ما تقولوش ان عندك سكر. عايزه رقم تليفونه، مش قادره. لا عايز تاخد معايا يعني ده مش ابو العريف، ده ابوه ومامته وجده وجدته وكل حاجه. ده مدمر. مظلومين. مدمر. والله مدمر. والله مظلومين بجد يعني. شوف هو قال جمله مخيفه جدا، تروح لدكتور بطنه ماشي، تروح لدكتور عيون هتجري تمام، لكن اسنان بقى ما استنى بقى شويه اهو. ده مش ابو العريف بس، ده ابو العريف وام العريف وخاله العريف. ايوه، العيله العريف كلها. تفكير ان انا اخلي الاسنان. انا عايزه بقى ابو العريف اقول له على معلومه علشان ازود له الـ 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 السواد اللي هو عايش فيه. كمان المريض بتاع الالتهاب الكبدي الوبائي ما بيقولش. يعني هو بيعتمد على ضمير الدكتور في التعقيم، ويخاف يقول لك علشان خاطر ما تقولوش لا انا هستخدم لك ادوات خاصه او هرفع عليك التكلفه او مش هشتغل لك او في حد ممكن يقول له الكلام ده كده؟ انا بيجي لي ناس يقول لك والله انا بس عايز اقول لك على سر، والله انا كنت عايز اخبيه عنك بس انا والله ارتحت لك وبتاع، احنا انا عندي كذا كذا كذا. تمام، اولا احنا بنعقم سوبر في كل الاوضاع، يعني الحمد لله في المركز عندي اعلى واجود اجهزه تعقيم في الدنيا، مفيش اعلى من كده. بس لازم تقول لي لمجرد ان انا ابقى فاهمه ليه انا عندي مشكله في التجلط، عندي مشكله في النسف، عندي مشكله في اكتر من حاجه، يعني ما تحطنيش في اختبار اللي هو ايه اتصرفي. طب ليه ما تقول لي من الاول انا هعرف استخدم البنج نوعه ايه، هتعامل ازاي؟ خصوصا مثلا يعني ما ينفعش مريض غده درقيه بياخد التروكسين لو ضعف الغده الدرقيه يخفي عن الدكتور بتاعه انه بياخد التروكسين. صح، لان ده له نوعيه معينه من البنج. صح. فما ينفعش المفاجآت دي، ما تنفعش. فلازم تقول للدكتور مش عشان التعقيم بس، علشان مصلحتك انت، علشان دوت هيضرك في الشغل، هيضرك في التجلط والسيوله، هيضرك في كل ده. هيتبقى مريض السكر. السكر مرض عادي، كتير مننا عنده سكر، والموضه اللي طالعه دلوقتي الاطفال بيجي لها سكر مش الكبار بس. كنا زمان ما نسمعش ان الاطفال عندها سكر، دلوقتي بقى كبير وصغير. دلوقتي كان زمان الطفل اللي عنده سكر ده تقول ايه ده، ازاي ده غريبه. طب لا يا جماعه، دلوقتي بقى عادي، كبير وصغير، السكر مرض عادي، ان انا اتعامل معاه ان دوت حاجه عاديه مستلزمه مننا شويه نظام، بس شويه نظام في الحركه، شويه نظام في العلاج، شويه نظام في الاكل. نظام، كلمه نظام في حياتنا كلها، ولازم نكون بنتعامل معاه ان دوت حاجه ما بنخبيهاش. هتروح للدكتور هتقول له عندي سكر عادي، مفيش اي مشكله. مريض الزراعه او مريض السكر بيزرع عادي، بس لازم بيزرع اندر كنترول النظام، لازم ما يكونش الحاجه معموله
بلا دراسة جيدة. ما ينفعش سكر تراكمي ما تعملش خالص من سنتين ثلاثة وتقول لي هو إن شاء الله خير، مش حاجة اسمها إن شاء الله خير، حاجة اديني رقم أنا أسمعه أفهمه. إن شاء الله خير، لا في إيه إن شاء الله خير، هو أكيد طبعا إن شاء الله خير، بس ما فيش حاجة اسمها بس أنت ما قلتهاش اشتغل وخلاص. أنت ما قلتهاش بإن صح، أنت ما تقول إن شاء الله خير، هو إن شاء الله خير وكل حاجة خير، بس نبقى عارفين نقول إيه. ما قالكش تهمل في نفسك، صح، ربنا امرنا ناخذ بالاسباب، صح. لما انت قلت ان شاء الله خير خدت بالاسباب؟ لا ما خدتش، يبقى انت مش ماشي مع كلام ربنا. ازاي تقول جمله هي في اللجوء الى الله وانت مش ماشي على اوامر ربنا؟ صح، هو دوت اللي انا بقوله. ما ينفعش ان احنا نمشي بمبدا يلا، لا ما فيش يلا، في رقم لازم اسمعه، في فكره لازم تتنفذ. ليه؟ لانها مسؤوليه. انت لو حطيت زرعه وحصل فيها مشكله، المريض هيسألك أكتر من مرة ليه؟ ما ينفعش بقاش معايا سكر تراكمي قبل ما مد إيدي. وعلى فكرة في بعض الناس ما بتبقاش عارفة أن عندها سكر أصلاً وبتحلل، ولما تحلل يطلع عندها سكر. أنا ببقى عارفة الناس دي بقى من الأول، بعرفها من ريحة الفم، بعرفها من شكل الأسنان، من درجة اللخلخة، بعرفها من كذا فيتشر بالمذاكرة وبالخبرة، وأقول لك قبل ما تمد، قبل ما تدخل خالص تشتغل زراعة، من فضلك أنا عايزة سكر تراكمي. ليه ومش ليه؟ اطمن عليك. وعاده 99% بيطلع كلامي صح، عاده، لان الاهمال حاجه والسكر حاجه، بيبان الفيتشرز بتاعه الدايبيتس على طول. فمريض السكر مريض عادي ما فيهوش اي عيب ولا اي مشكله، هو بس بنختار الوقت المناسب نشتغل فيه. السكر التراكمي لازم له مقاييس معينه، ما يزيدش عن 7، يعني يفضل كمان ما يبقاش ازيد من 6.5، يعني يكون. طب هو النورمال كام؟ مش 5.9؟ ناين. طب ولو 6؟ ده بقى بوردر لاين، مش وحش برضه. حلو. مش وحش، يعتبر عنده يعتبر ديابيتك ولا نوت ديابيتك؟ نوت نورمال نوت ديابيتك. ايه الجمله دي؟ يعني هو ياخد علاج ولا ياخدش علاج؟ يفضل ياخد، والله كله كفاش، بياخد حاجات الخفيفه بقى اللي هي ايه، كله كفاش بس يقلل وزنه ويقلل السكر. يعني احنا ممكن نزرع لحد ليميت معين، طبعا بعد الليمت العالية بقى ديت بيبقى النتائج مش حلوة. عشان كده مهم المدخن، مريض السكر اللي بياخد كورتيزون، اللي بياخد كيماوي إشعاعي، دولت لازم نبقى مذاكرين كويس احنا هنشتغل معاهم امتى. لكن ان شاء الله النتيجة كلها حلوة بإذن الله. تنورتي، ربنا يخليك يا دكتور أيمن، ربنا يخليك. متعة الحوار مع دكتورة إسراء، وزي ما احنا قلنا ان احنا في هذه الفترة بنتكلم على أحوال المرضى، حكايات المرضى، تخوفات المرضى. في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت أنا الحقيقة كنت واخد صف الطبي، يعني كنت لابس البلطو ولوني لابس جاكيت، وبنتي لابسة بلطو شيك قوي. وما ما ما يعني بالبلدي كده كنت واضح بقى وصريح. ممكن في القادم أخد صف المرضى وأتخيل تفكيرهم بشكل كبير جدا مع ضيفتي العزيزة التي تبدأ دائما في حوارها، واحدة من سوبر ستار هذا المجال، دكتورة الأستاذ دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر عيني، وماجستير جراحات الوجه والفكين وجراحات الفم والأسنان، والحاصلة على الدبلومة الإسبانية لزراعة الأسنان، والجمعية عضو الجمعية الأمريكية لجراحات الأسنان. بتنوري دائما. مرسي يا دكتور أيمن، ده نورك. البلطو ده شيك قوي. أحب البلطو الأبيض الشيك، أحب المشاهد الشيك، المشاهد الشيك مشاهد مواظب ذاكر فاهم وحافظ ومتابع، لأنه مشاهد حلو، لأن إحنا الناس الحلوة.